أهل الكتاب سيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لازم تقراي. كانت حاضرة وبكثرة في مختلف محلات العاصمة تحضيرا لاحتفالات نهاية السنة وتلبية لطلبات الزبائن الذين يتنافسون لاقتناء كل ما له علاقة بالاحتفال على الطريقة الغربية، بما في ذلك تزيين أركان البيوت بشجرة الميلاد وأضوائها. الناس تشري شوكولا عندي لي بوش جو في دو تو دي غاتو اي تو سا سبيسيالمون سي نورمال لا فين دو لاني يورا بلوس دو ستادير دو كوموند باسكو باش يحتفلوا بهذا العام الجديد والعام الجديد على كاع الناس سي دي بري ريزونابل تو لو موند اون بروفيت نديرو في الدار ماشي ما نقولك ما نديروش في الدار مي بلو كوم افون براس السنة سي نورمال نحتفل بها براس السنة كل عام نحتفل براس السنة ونحتفل في 12 جونفي. تقليد غربي عادات دخيلة، هكذا كانت أجوبة الرافضين للاحتفال بليلة رأس السنة عادة لطالما عهدها المجتمع الجزائري، لكن بالرغم من ذلك تبقى الآراء متضاربة حوله. ما نجوزوش باسكو نشوفوا باللي بعيد على الدين ديالنا، يعني احنا ما نسالوش فيه، هو حقيقة هو عيد سيدنا المسيح عليه السلام، لكن كمواطن مسلم كإنسان مسلم ما نجوش لريفيون. ريفيون نو ما نعرفش باسكو ما موش طاقة تقليد نو با دي تو، يعقب الايامات عادية نو تاش ميم كنت تحتفلي به اول ماهوش ديانة تاعنا حاجة ديانة كنت قلت لي صح 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 تيجي كيما قلت الايامات ناقصين من عمرنا كاش واحد يحتفل بالايامات ناقصين من عمره. مانيش اميين نروحوا للجامع قال لك بالك ديروا لو ريفيون. لو ريفيون سي بعيد عن الاسلام، خاطئ خاطئ الاسلام كامل. ويبقى الاحتفال بالسنة الميلادية خلاقا للجدل في الجزائر بين مؤيد ومعارض، بعض يراها ترفيه عن النفس والبعض الآخر مجرد تقليد أعمى. كل عام جزائر بخير.